السلام عليكم. تداول ناشط على الفيسبوك اليوم صور أليمة وحزينة زامنت والدخول المدرسي. تفاعل معها الجزائريون كثيرا، ومن بين هذه الصور هي صورة مؤثرة جدا لمعلمة وهي تبكي بحرق بعد أن خرجت متأثرة من قسمها. وبعد الاستفسار عن السبب قالت إنها علمت أنه يوجد في الصفوف أحد تلاميذها. توفيت أمه حديثا قبل 4 أيام من الدخول المدرسي، رحمها الله وحفظ هذه المعلمة الطيبة والخلوقة. فطبعا وأكيد لا يوجد أحد على التلاميذ من الأساتذة والمعلمين. وطلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المعلمين والأساتذة تجنب طرح الأسئلة المحرجة على التلاميذ، وخاصة فيما يخص عمل الوالدين، فهناك الكثير من التلاميذ المعوزين وأوليائهم البطالين لا يملكون لقمة عيشهم. كما دعا آخرون إلى توحيد اللباس بين التلاميذ، وخاصة أن المدارس الجزائرية تعرف فوارق اجتماعية كبيرة.